بعدها العقوبة 1000 دينار، يعني بحد أقصى ما تجي حتى ربع راتب الطبيب الاستشاري. أنا أحسها مجاملة صريحة مع الرئيس إلى الأطباء، يعني إذا بتكلم عن عقوبة مخالفة أو استخدام إلى المهنية مالته والأمانة الطبية عشان غرام 1000 دينار، ما هي عقوبة رادعة، يعني أقل شيء 5000 إلى 10000 دينار أو الحكم سنة أقل شيء. يعني لازم نعرف إيش كثر هو المدخول ماله، إحنا لازم نحسبها، الدخل من الحكومة هذه واحد، الدخل من إذا كان عنده عيادة خاصة 2، إذا كان أستاذ في جامعة الخليج العربي 3، إذا كان أستاذ في الجامعة الإيرلندية. احسبوها علشان نحط الغرامة صح. ما يعني العقوبة إذا صارت 1000 دينار فما بتشكل رادع لدى الطبيب، فيعني أكد على أنه لازم نخلق في العقوبة توازن يشكل رادع يردع الطبيب عن هذه ارتكاب هذه العقوبة. شكرا. هي مو سالفة مزاد، ان احنا كل واحد بزيد المبلغ، فلسفة العقوبة ان تكون هي شيء رادع لهذا الشخص حتى لا يقوم بهذا الفعل. نعم. فانت دام حطيت الحبس هي اقسى من الغرامة لو شنو كانت، يعني انت بتحبسه.